يناقش خبراء ومختصون من 16 دولة تحديات وسبل المحافظة على بيئة الغابات الجبلية وكيفية الموازنة بين الحاجة للتنمية والمحافظة على البيئة وتقييم فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية، وذلك من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة منطقة عسير الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير المنطقة في الفترة من 17 وحتى 19 من سبتمبر. هذا ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالمواد الاقتصادية في البيئات الجبلية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الله بن مساعد أبو الخيل، وهو مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي وكذلك المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة. مساك الله بالخير دكتور عبد الله. مساكم الله بالنور والسرور، يا أهلا وسهلا. حياك الله، تشكرون أولا على جهودكم ومثل هذه الورش وكذلك الفرص المختلفة، وكذلك هذا يأتي بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة. نود في البداية التحدث عن المقصود بالتنمية المستدامة في البيئات الجبلية. دعني بس قبل ما نبدأ يعني أعطي لمحة عن فكرة المؤتمر. نعم. هذا المؤتمر هو مؤتمر تطبيقي. المؤتمر يأتي برعاية سمو أمير عسير الأمير تركي بن طلال. نعم. والأمير تركي هو رئيس اللجنة العليا، وحقيقة كان حرص أنه يكون تطبيقي. نقصد بتطبيقي أنه هؤلاء الذين سيشاركون إن شاء الله في المؤتمر سيقومون بزيارات ميدانية لكافة تفاصيل المنطقة في عسير. اليوم نعم. المملكة فيها أكثر من 1% من مساحة المملكة هي غابات، نتكلم عن 2 مليون هكتار. اليوم الاهتمام بالبيئة أكثر مما سبق، هناك فرص، هناك موارد. نعم. كيف نقوم بتنمية هذه المسارات بالمحافظة على البيئة وتطويرها؟ هذا بالمجمل فكرة هذا المؤتمر. جميل. دكتور عبد الله، يعني أنت ممكن يعني ذكرت هدف هذا المؤتمر وأنه بإذن الله سيعود يعني بخير على منطقة عسير. يعني برأيك وش النتائج المتوقعة اللي بتعود على البيئات الجبلية بعد هذا المؤتمر وكنتيجة أيضا لهذا المؤتمر المنعقد؟ خلال التحضير للمؤتمر وتوجيه سمو الأمير أنه أولا أن هؤلاء الحضور نرغب في الاستفادة منهم لاحقا في تطوير هذه المنطقة، نرغب في إطلاعهم على هذه المناطق اللي ستكون مجال للبحث. أيضا تم توزيع دعوات شخصية لكل من له اهتمام في البيئة في منطقة عسير ليستفيد مما يطرح. عندنا أكثر من 50 متحدث، يعني رقم كبير نسبيا خلال 3 أيام. ما شاء الله ما شاء الله، جميل. شكرا لك دكتور عبد الله مساعد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، شكرا لكم.